وقعدنا والسبيشال كله عندنا. بدأنا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما عملنا لك امبارح الجلاش البلدي بثمان افكار. عندك جلاش، عندك سمنه سايحه، عندك شربات تقيل، تقدري تعملي اشكال كتيره وحشوات كتيره، اهم حاجه تتبع التكنيك. النهارده بدأنا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، تعالي نعمل بروفترول بطعم الفانيلي بطعم الشوكولاته بطعم الريد فيلفيت. عملنا البروفترول وسويناه، عملنا الحشوات وبردناها وحشينا وعملنا الصوصات. وعندي زي ما انت شايفه كده ادي البروفترول بطعم الفانيلي بطعم الريد فيلفيت بطعم الشوكولاته. محشي كله والصوصات جاهزه سخنه. وفي نفس الوقت عايز اقدم في البسكوته دي. عشان اعمل البسكوته دي قدامك زي ما انت شايفه كده اهو، بسكوته التوليب دي الجميله دي زي ما انت شايفه كده اهو قدامك. عشان اعمل البسكوته دي تعالى نعمل لها عجينه، لكن في الاثناء دي تقدروا تتواصلوا معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38 55 0017 من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر. العجينه دي بتتعمل ازاي؟ مقاديرها سهلة جدا، خمس مكونات: زبدة وسكر وأبيض بيض ولبن ودقيق. يعني إيه يا عم حسن؟ يعني ديت معيار قد بعض، الزبدة قد السكر قد الأبيض بيض قد اللبن قد الدقيق. يعني هنحط نص كوباية، يبقى نص كوباية زبدة، نص كوباية سكر، نص كوباية أبيض بيض، نص كوباية لبن، نص كوباية دقيق. أحطهم في المكنة عشان أعملهم عجينة. الزبدة والسكر والأبيض بيض ونعامي. نعاميهم مع بعض، اعمليهم عجينة. خطواتك كده كلها مع بعض، تأكدي ان هم بقى كلهم عجين. نعامي نعامي الزبدة والسكر والأبيض بيض، كل خطواتك كده كلها قدامك. نزلي الزبدة الزيادة اللي في العجان عشان كله يتخلط، وتروحي حاطة نص كوباية الدقيق، وتروحي جاية منعاماه وحلاهم باللبن. يبقى الزبدة والسكر والأبيض بيض وادي الدقيق بتاعك هيتقل معاك. هنحله بإيه؟ بنص كوباية لبن. بعد ما تقلب كده بص قدامك اهو، نزل نص كوباية لبن واحدة واحدة. بقى عندك العجينة كريمي وزي الفل، ارفع عليها عشان تنعم معاك. يا تفاصيلك يا حركاتك يا تكاتك. بعد ما عملت العجينة بتاعك البسكوتة التوليب سيبها تستريح 10 دقايق. فرنك على درجة حرارة 200. فرنك على درجة حرارة 200. العجينة خلاص استريحت كده تمام، مش عايز أكتر من كده. أسيبها تستريح لمدة 10 دقايق ربع ساعة تتجانس عشان أبدأ أشغلها عندي. خطواتك كده كلها قدامك، كل حاجة دخلت في بعضها، أسيبها تستريح. تعالى أجيب بقى الصاج اللي أسوي عليه. بجيب صاج أو وأجيب سيليكون أو ورقة زبدة. سيليكون أو ورقة زبدة، أو تدهني السيليكون أو ورقة زبدة، أو تدهني الصاج مادة دهنية وتبطنيه بسكر بودرة. باخد العجينة بعد ما استريحت أعمل المقاسات بتاعتي. بحط أهو معلقتين للكبيرة، وأروح جاية كده أهو يا أستاذي موزعاها مدورة. أهم حاجة وأنت بتوزعيها مدورة تعمليها بسمك واحد، يعني إيه؟ ما تخليهاش تخينة عشان تشم الحرارة تاخد كريسبي تبقى كريسبي. وزعي اهو، وزعي اهو، وزعي خالص اهو تفاصيلك كده اهو قدامك عشان تاخد التسوية، ما تخليهاش تخينة. خدي بالك من التفاصيل ده كده قدامك عشان لما تاخد الحرارة وتستوي هنطلعها نكبسها بمكبس. تعال عملنا كده. دي بعد ما تستوي هعملها ايه؟ بص انا جايب فورمة دي بتاع المولتون قدامك اهو، احطها عليه كده من فوق واكبسها عليه كده. او الصغيره دي يا عم ياسر بنفس الطريقه اهو، اعمل واحده صغيره بعد ما تستوي احطها عليه واكبسها واسيبها للرطوبه عشان تطلع كده. تعالى ما نعمل واحده صغيره برضو بنفس الطريقه اهو، اعمل هنا واحده صغيره واحده كبيره. تقدري تعملي مقاسات زي ما انت عايزه كلها قدامك اهو. وزعي، اهم حاجه عجينتك تبقى رفيعه ما تبقاش تخينه عشان ما تاخدش سوا. واحده واحده كده اهو. وبعد كده نتأكد إن عجينتنا رفيعة، لو فيها أي زيادات شيليها. وخمس مقادير: زبدة، سكر، أبيض بيض، لبن، دقيق. تعال أما أدخلها الفرن ونشوف هنسويها إزاي. عندك ورقة زبدة حطي، عندك سيليكون حطي، عندك كل ده قدامك أهو. يا تفاصيلك. اسيبها لحد ما تاخد اللون الذهبي الفاتح. ابص على
التريكات والحركات، وشوف البروفيترول بيقول لك تفاصيله وحركاته وتكاته. واحده واحده كده، بص عليه كده يا جمال، وحركاته وتكاته وتفاصيله. بص التفاصيل قدامك اهو، كله اللون والريحه والجمال. يا جمالك يا عم مجد، يا تفاصيلك الله ينور، والريحه بتاعتك. تعالى بقى ولادي على ما يستوي ده، تابع لي يا محمد اللي في الفرن. عندي ولادي بيحبوا بيجيبوا من الكافيهات الجارات دي، الجار او الكاس او البطرمان. قدامك التفاصيل اهو عشان تعملهم، الجار او الكاس او البطرمان. تعالى اما نشوف هنعمل ايه. عندي البروفيترول بالفانيليا، وعندي بالريد فيلفيت وبالشوكولاته محشيين، وعملت الصوصات كمان بكل الحاجات بتاعتي. بجيب عندي بقى الكريمات وبجيب الصوصات. بجيب لكل واحد ادي كريمه الفانيليا، وادي كريمه الشوكولاته، وادي كريمه الكريم شيز بتاعه الريد فيلفيت. احتاري واختاري بين ده ولا ده ولا ده. بحط في الجار بتاعي كريمه بتاعته عشان ابدا اعبيها. ادي الكريمه بتاعتي بتاعه الكاستر، احطها تحت في الجار وابدا اخد حبات البروفيترول الفانيلي وابدا اسكنها تحت خالص مع بعض زي ما انت شايفه كده قدامك اهو. تاخد اتنين، تاخد تلاته، حسب ما تاخد. قدامك التفاصيل اهو يا تفاصيلك. وبعد كده اروح جايه مدياها تاني كريمه حواليها. وادي تاني ايه يا حسن؟ اجيب لها الصوص بالشوكولاته زي ما انت شايفه التفاصيل كده والحركات والتكات قدامك كلها. اجيب عندي الكيس بتاعي اللي بيتقطع واقصه بالمقص عشان احط له صوص شوكولاته. طبقه عليه كده اهو، بص عليه كده اهو يا دلعه يا تفاصيله. وبعد كده بجيب الحبيبات بتاعتي بتاعت البروفيترول واكبسها اهو، واحده كمان هنا، وبديها ايه تاني؟ كريمه الكاستر عليها. بعد ما اديلها كريمه الكاستر بديلها صوص الشوكولاته. يا جمالك يا تفاصيلك يا حركاتك يا تكاتك. اما الريد فيلفت بنفس الطريقه اهو، احط الكريمه بتاعت الكريم شيز تحت، واحط عليه الحبيبات بتاعت البروفيترول بطعم الريد فيلفت وبحشو الريد فيلفت. وبعد كده بجيب له الصوص بتاعه بتاع الجبنه الكريمي. ادي الصوص اهو بتاع الجبنه الكريمي، احطه في كل حته فيه كده عشان ادلع العيال. وبعد كده الحشو بتاع الريد فيلفت عليه من فوق. وبعد كده حبيبات البروفيترول بطعم الريد فيلفت. وابص على البسكوته بتاعه التليب، تمام زي الفل. كل التفاصيل كده قدامك. واروح جايه اهو، واروح حاطه لها صوص تاني. خطواتك كده كلها قدامك. واحط لها الحشو بتاعه. وادي لها شوية صوص فوق. خطواتك كده كلها قدامك اهو. يبقى عندك ادي الفانيلي وادي الريد فيلفت. فاضل لك الشوكولاه. ادي الشوكولاه برضو، الجار بتاعك اهو. حط الحبيبات بتاعتك، وادي الحبات بتاعه البروفيترول بتاعتي يا تفاصيلك. حط خطواتك كده كلها قدامك. وادي صوص الشوكولا الابيض، ادي صوص الشوكولات الابيض، اقطعه احطه عليها. وتقدري تحطي فين في الكاس بتاعك زي ما انت شايف كده. تعالى ادي الصوص الابيض، وبعد الصوص الابيض كريمه الشوكولاته اللي احنا حاشين بيها، وبعد كده حبيبات بروفيترول، وبعد كده صوص ابيض، صوص الشوكولاته البيضاء، وبعد كده صوص الحشو الشوكولاته.
واروح مدخل فيهم شويه صوص ابيض من فوق برضو اكثرهم بيه. تعمل زي ما انت شايف بحبه بريفترول بحبه شوكولا قدامهم اهم، احتار واختار بين الجار او في التوليب. هعمل التوليب ازاي برضو بنفس الطريقه. التوليبه بتاعتي اهو، احط فيها البسكوت وابص بس على اللي استوت في الفرن ولا لا عشان اعملها لك. لسه فرنك على درجه حراره 200. باخد المجموعه بتاعتي اللي انا عاملها، اقدر اعمل على 3، وهنا برضو الشوكولا، او تقدري تعملي كل حاجه لوحدها او كاسات. خدي بالك يعني تقدري تعملي كاسات، تقدري تعملي كاسات زي ما انت عايز. خطواتك كده كلها قدامك. وادي الابيض يا جمالك، يا تفاصيلك يا حاج ياسر وانت رايق كده، كل التفاصيل كده قدامك اهو. علي واجيب هنا وحدتين علي بيهم، وحدتين هنا برضو للاحمر علي بيهم يا تفاصيلك، وللشوكولا برضو الابيض. وزي ما انت شايفه كده، اهم حاجه تعملي ابيض، تعملي شوكولا، تعملي ريد فيلفت زي ما انت عايز. اهم حاجه الصوصات بتاعك. ادي صوص الريد فيلفت، ادي صوص الريد فيلفت، لازم يبقى سخن، خدي بالك اهو، ومحشيين من جوه، كله محشي زي ما انت، لازم يبقى محشي، والصوص زي ما انت شايفه كده سخن بتاع الريد فيلفت عشان تستمتعي بصوص الريد فيلفت. يا جمالك يا حركاتك يا تكاتك. وكمان صوص الشوكولا، وادي صوص الشوكولا على الابيض. وادي الصوص الابيض، تفاصيلك قدامك وحركاتك. وادي الصوص الابيض. احتاري واختاري. عايز ابص على البسكوته لسه تاخد حروفها، لون ذهبي غامق. احتاري واختاري زي ما انت عايز. عندك شوكولاته مبشوره حطي، عندك فراوله كريمه مخفوقه حطي، شويه سكر بودره حطي، زي ما انت عايز. احتاري واختاري بين الانواع اللي احنا عملناها لك كلها. وادي كريمه للديكور مخفوقه، تحط لها كده كريمه مخفوقه للديكور مش اكتر من كده، في كل حته، وتزينيها بشوكولاته مبشوره وشويه سكر بودره وشويه فراوله. وادي شويه فراوله اهي انصاف كده اهو، تحطيها في كل حته فيها عشان تدلعي العيال. وخطواتك وحركاتك وتكاتك. والبسكوته بتستوي، هنضغط عليها يا جمالك يا حركاتك يا تكاتك. وبعد كده يا عم حسن طبعا امضيها ايه. خد بالك التركه بقى، بص بص كده التركه، شويه شوكولاته مبشوره ودلع العيال، شويه شوكولاته مبشوره كده وشويه سكر بودره. يا جمالك يا حركاتك يا تكاتك. تعملي بقى في جار، تعملي في توليبه، تعملي في كاس زي ما انت عايزه. عملت لك بالتفاصيل بريفترول فانيليا وشوكولاته وريد فيلفت وحشو كاستر فانيليا وكاستر شوكولاته وحشو جبنه كريمي، وعملت لك صوص شوكولاته ابيض وصوص شوكولاته دارك وصوص طبعا جبنه كريمي للريد فيلفت. التريكات والحركات لها ناسها، انتظروني.